لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ثم على الجرس لكي يصلكم كل جديد. السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي ماما محاسين. اليوم بغيت ندير لكم تتمة ديال الفيديو ديال الجزء الأول، لأنه كان في الحقيقة تمسحوا لي شي بارتيات، ودابا أنا جيت بغيت نكمل لكم الفيديو وندير لكم الجزء الثاني. كما كتشوفوا أنا ما وريتكمش أنايا كيفاش هذاك الشيء كنوجدوا ديال البيكنيك، كيفاش قلت لكم هنا كتشوفوا معايا ها هو هذا الساك، تنشوف فيه كيسان من هنا كنجيبوا معايا منقي مصيب مرسول، كنجيب معايا أتاي السكر، وهنايا ها هو الطويجين ديالي ها هويا مصيبه كندير فيه كلشي. هنايا حتى اللقمه كنديرها في واحد القرعه نجي حتى لهنا نطيبها. وراني غادي ندير الماء يطيب ومن بعد غادي ندير الطاجين يطيب. هنا كتشوفوا معايا شوفوا الاجواء، من بعد غادي نفطروا وغادي نرد الغدا يطيب، والدراري غادي يعاودوا يلعبوا الكره في لابلاج، وهانتوما معايا. هنايا هاد الساك انا كندير فيه هنا كيبقى مستحفظ كما كتشوفوا معايا، هاد الساك ها هو الشيء راه كيحافظ على السخونيه والبروديه، كيحافظ على اي حاجه درتوها. انا دايره الخبز هنا ودايره الديسير ودايره شويه ديال الحلوى والفرماج والكاشير هنايا باش نفطروا. ها هي كما كتشوفوا معايا انا درت هنايا الزيت والعطريه باش ما يدفقش ليا الطاجين، ها هو كما كتشوفوا انا نصبتو، وهنايا درت هذاك الشيء الزيت والعطريه. دابا غادي نشعل عليه، هنا غادي ندير ليه من الاحسن غادي ندير ليه هنايا ورق ديال المطبخ باش نغطيه باش تغيه يطيب. كما كتشوفوا هنايا قوات المساعده اعوان السلطه الوقايه المدنيه، انا خليت غدايا مردود وهبطنا شويه غنديروا شويه لونطريمون في الفلاتات. هنايا كيجيبوا هنايا هاد الفراسات الفراس جمع الفراس معش هاد الخيال، الخيال كيجيبوهم هنا كيهبطوا من لابلاج بحال كيترينيو حتى هما مساكن، وكيتمرمدوا هنايا في الرمله كيحيدوا العرق، تيحيدوا العرق كيبقى يتمرمد هنا في الرمله يحيد العرق. وهنا راه كاينان اليوم هنا كاين واحد الجمعيه ديال الصياده اللي كيصيدوا هنايا بالكسبه، كاينين هنا كما كتشوفوا معايا هما كاينين هنايا، كتشوفوا هنايا كاينين اليوم الصياده بزاف كيصيدوا، هاد الجمعيه ديالهم هنايا كيهبطوا لهاد المكان هذا كتشوفوا خاوي. انا شفت شحال ديال الصياده كاينين. شوفوا معايا هما هي الجمعيه ديال الصيد كيجيو من جديده، كيجيو هذا النهار اليوم هنا كيديروا هنايا واحد المباراه ديال الصيد، تيجيبوا الغداء ديالهم هنايا الشيف ديالهم جايب لهم البيتزا. ها هما يا فين كاينين كما كتشوفوا هادو هما سميتو دايرين هاد العلامات هنا باسم الجمعيه اللي جايه من مدينة جديده، كيديروا هنا مباراه ديال الصيد.
هنا واحد المعيزات. التور الغريب في الامر ان هاد المعيزات راه ما معاهم حتى شي راعي ديالهم، بوحدهم كيدوروا. انا قال لي الزوج ديالي، قال لي هادو راه كيجيو لهاد المكان بوحدهم، تيبقاو هنا حتى العشيه وعاد كيمشيو راسهم عارفين المكان ديالهم، ما معاهم حتى شي واحد بوحدهم، حتى هما مساكن لاقين الامان. هي كاينين شي عائلات اخرين دايرين تا هما يارديتهم جالسين. شوفوا الغابة معايا شحال كبيرة، هادا اللي صورت لكم غير واحد الجزء، راه باقا كبيرة لداخل. وكما كتشوفوا هذه هي الخريجه ديالنا، بعد ما فطرنا هودنا لا بلاج، هودو الدراري لعبوا شي شويه كره، وكنا كنشوفوا فدوك السياده متبعين دوك السياده، الدراري عجبهم داك المنظر ديال السياده كيصيدوا في الحوت. ايوا بقينا شويه في لا بلاج، من بعد طلعنا تغدينا ورتاحينا شويه، درنا واحد القيلوله، ومن بعد شربنا قهوه، جبت معايا القهوه تاع هي، ومن بعد حنا رجعنا. ونتمنى هاد الخريجه تكون تستفدوا منها، وعلاش لا ما ديروش بحالها. وتبارك الله عليكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله.